أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دكتور سامي سالم، رئيس قسم جراحة الجهاز الهضمي وجراحة السمنة في مستشفى يونيفرسال في أبوظبي. الموضوع اليوم اللي راح نتكلم عنه هو حالة الارتداد المعدي المريئي. حالة الارتداد المعدي المريئي المعاناة منها تكمن في الشعور بالحموضة والحرقة تحت عظمة القص في الصدر أو برأس المعدة، وبعض الأشخاص إذا كان الارتخاء هناك في الصمام شديد قد يؤدي إلى التقيؤ. فما هو سببها؟ طبعا يوجد هناك ما يسمى الصمام الوظيفي، صمام وظيفي أو رداد وظيفي ما بين المريء والمعدة، بحيث يمنع محتويات المعدة أن تصعد إلى المريء. لكن هؤلاء الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة الصمام لا يعمل بالشكل الصحيح، فتصعد إفرازات المعدة إلى المريء، والمريء غشاء المريء غير واقي للحموضة. حموضة المعدة إذا وضعت على الخشب تثقب الخشب، حموضة قوية، والشخص اللي بيعاني من هذه الحالة يعني ممكن أنه يحكي أمور كثيرة عن هذا الموضوع. بعض الأحيان قد تصعد هذه الحموضة إلى الحلق وتؤدي إلى حالات مرضية أخرى. من الأعراض التي يعاني منها الشخص الذي يعاني من حالة الارتداد المعدي المريئي أيضا، وقد يعاني من آلام بالصدر وآلام بالحلق وشعور في الثقل بالسمع بعض الأحيان، أو حتى الأسنان قد تتأثر. فكثير منهم بيكونوا عانوا حتى من ضيق النفس، وقد يلجأوا إلى طبيب الصدرية وطبيب القلب للعلاج ولا يجدوا عندهم أي حالة، أو يأخذوا بخاخات التنفس الأدوية ولا تساعدهم كثيرا، خاصة إذا كانت حالة الأزمة تأتيهم بالليل مع وجود ارتداد حموضة وحرقة. فالحل الأساسي هو معالجة حالة الارتداد المعدي المريئي. أسباب حالة الارتداد المعدي المريئي بنسبة كبيرة هي حالة وراثية، تجد أفراد آخرين من العائلة يعانوا من نفس المشكلة، إن كان الأب الأم أو العم الخال الخالة من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية من القرابة، أو قد تحدث للشخص نفسه. طبعا إذا كان شخص تعرض إلى رفع أثقال كثيرة أو حالات أو حادث سيارة بعض الأحيان قد تحدث عنده هذه الحالة. هي فتق في الحجاب الحاجز الذي نجده في كثير من الحالات، ارتخاء في عطلة الحجاب الحاجز التي تساعد في تكوين الصمام الوظيفي بين المريء والمعدة. إذا كان الشخص يعاني من هذه الحالة لابد من علاجها وعدم إهمالها وعدم القبول بأن الحموضة والحرقة شيء طبيعي وتعودت عليه، لأنه كثير من الأشخاص الذين يأتون بسيرة مرضية طويلة سنين، يعني 4-5 سنين أو 10 سنين أو 20 سنة بهذه الحالة، لكن لا يأتوا إلا إذا أصبحت الحالة شديدة. لكن الأفضل معالجتها في بدايتها بكون أفضل. طبعا نحن نبدأ بإعطاء النصائح العامة، نصائح غذائية إذا كانت الحالة بسيطة، أما إذا كانت الحالة شديدة فلا يساعد إلا إجراء عملية لها بالمنظار الجراحي، وهي عملية ما تسمى عملية الارتداد المعدي المريئي. نقوم في هذه العملية بتقوية الصمام بطريقة المنظار الجراحي، أي فيها خياطة الصمام ووضعه أو جعله في الوضع الطبيعي بحيث يستطيع السيطرة على الإفرازات أن لا تصعد إلى المريء. نتائج هذه العمليات ممتازة جدا بيد الطبيب الخبير. نحن هنا مركز متخصص في هذا المجال، نقوم بهذه العمليات يوميا ونتائجها جيدة جدا. زورونا في مركزنا هذا ونعطيكم النصائح اللازمة لهذه الإجراءات، وشكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.